المسيرات المسلحة التركية أشباح تصيب العدو بالشلل. سلطت مجلة فورين بوليسي الأمريكية الضوء على النجاح الذي أحرزته الطائرة المسيرة بركدار تي بي 2 التركية ودورها في توجيه بقية الدول لتغيير التكتيكات الحربية، لا سيما دفعها الجيش الأمريكي لإيجاد مناهج جديدة بهذا الاتجاه. وذكرت أن المسيرات التركية التي استخدمت في عملية تحرير إقليم كرباغ الأذربيجاني أصابت أنظمة الدفاع الجوي الأرمينية والقوات المدرعة الثقيلة لديها بالشلل، وبالتالي كان على الدول المتقدمة إعادة تنظيم تكتيكاتها الحربية التي ظلت معطلة. الرئيس السابق لمجموعة الحرب غير المتكافئة في الجيش الأمريكي أشار إلى أن أذربيجان في حربها التي خاضتها مع أرمينيا الخريف الماضي نجحت من خلال المسيرات التي اشترتها من تركيا في التمتع بتفوق جوي، فوجهت ضربة شديدة للأنظمة الدفاعية الأرمينية. وبخصوص تأثير المسيرات ودورها في حرب كرباغ، ذكرت أنه من الواضح في هذا الصراع أن دولة ذات ميزانية منخفضة يمكن أن تشن حروبا مسلحة مشتركة، أي لم تعد هناك حاجة لأن تصبح أي دولة بنفس إمكانيات الولايات المتحدة أو روسيا. لقد باتت تكلفة الدخول في الحروب المسلحة المشتركة أقل مما كان يعتقد، فلم تعد هناك حاجة لشيء من حيث الإمكانيات كتلك التي تتمتع بها القوات الجوية الأمريكية المدربة تدريبا جيدا لديها الكفاءة اللازمة لإدارة عمليات جو أرض أو جو جو. وشدد المقال على أن الجيش الأمريكي بات عاجزا عن الاستفادة من تفوقه الجوي الذي لا جدال فيه على دول أخرى منافسة له مثل الصين، وأن دول ذات الدخل المنخفض يمكن أن تقتل المزيد من جنود العدو بمركبات منخفضة التكلفة مثل الطائرات المسيرة. وأضاف المقال أن الطائرات المسيرة ستبدو مع مرور الوقت أكثر شبها بالدبابات الجوية. أضاف أن هذه المسيرات باتت أشبه ما يكون بالحيوانات المدرعة الطائرة التي بإمكانها توجيه ضربات مدمرة، وكلما كان تدميرها صعبا كان قتل الجنود على الأرض أسهل، وستكون المراقبة الميدانية للحرب أيضا أرخص. واعتبر أن إجراءات التشغيل القياسية للقوات الأمريكية التي تقاتل في العراق وأفغانستان على مدار 20 عاما الماضية يجب إعادة التفكير فيها.